Good morning, grade 4. Now, our lesson is about factors and prime numbers. What are the factors? Factors يعني التايم تيبل بتاع الجداول. يعني ايه تايم تيبل بتاع الجداول؟ يعني كام تايم كام يدينا الرقم اللي هو طلبه. يعني هنا بيقول لي What are the factors of 6؟ يعني كام تايم كام من اللي احنا حافظين من التيبلز اللي احنا حافظينهم يدينا 6؟ اول حاجه احنا حافظينها 2 تايمز 3 وكمان 1 تايمز 6. يعني 2 تايمز 3 و1 تايمز 6 يدينا 6. يس يبقى the factors of 6 are 2 و3 و1 و6. يعني النمبرز اللي يدينا برودكت بتاعهم في التيبلز بتاعتهم 6. طيب what are the factors of 12؟ مين من التيبلز لما نيجي نعمل لهم تايم يدينا 12؟ عندنا 3 تايمز 4 equal 12 و 2 times 6 equal 12 و 1 times 12 equal 12. Then the factors of 12 are 3 و 4 و 2 و 6 و 1 و 12. دلوقتي هنتكلم عن ال prime numbers. What are the prime numbers؟ مين هما ال prime numbers دول؟ دول عبارة عن numbers are numbers have only 2 factors. يعني ما عندهمش أي factors في الدنيا غير 2 بس. Only 2 فقط. Only two factors. مين هما الفاكتورز دول؟ One and itself. مين itself دي؟ يعني النمبر نفسه تاني. يعني نيجي نشوف مين هما أول حاجة في البرايم التو. تعالوا نشوف كده كام تايم تو يخرج لنا التو تاني؟ ما عنديش غير one تايم تو. يعني الون ونفسها. يبقى البرايم نمبرز ما عندهمش أي فاكتورز في الدنيا have no factors except one and itself. عندي بقى ان prime numbers مين هما؟ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. دول numbers كتيرة. الموست popularly هما 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13. دول اكتر common prime number بنستخدمهم او الموست popular prime number بنستخدمهم. طيب عندي remarks. الريمارك دي عن الفاكتورز وعن البرايم نمبر. اول ريمارك بتقول لي 1 is the factor of all numbers. ال 1 factor لكل ارقام. يعني كل الأرقام ينفع أقول one time حاجة يدينا نفس الرقم تاني. تاني remark بتقول لي all numbers except zero are factors to itself. كل الأرقام ينفع تكون factors لنفسها ما عدا الزيرو. لأني ما أقدرش أقول zero factor للزيرو مش هيفيدني بحاجة. يبقى أول two numbers أدور عليهم في الفاكتورز وأسهل حاجة بالنسبة لي في الفاكتورز هما الون والرقم نفسه. تالت ريمارك بتقول لي ان all prime numbers are odd. كل prime numbers odd except two. فعلا كل prime numbers odd مهما فكرنا هنلاقيهم كلهم odd ما عدا two الوحيدة. طب two دي مين؟ two is the only even prime number. هي الوحيدة اللي even. طب لما يجي يسألني سؤال يقول لي what is the smallest odd prime number؟ هقول له 3. 3 is the smallest odd prime number. طيب the first question factorize the numbers to all factors. هات لي كل الفاكتورز اللي يدينا الرقم. فهنا بدأنا بال 18. مين تايم ال 18 يدينا ال 18 تاني؟ عندي اول حاجة 1 تايم 18. طب مين تاني في التيبلز؟ عندي 2 تايم 9 وعندي كمان 3 تايم 6. يبقى الفاكتورز of 18 هما ال 1 و 18 2 و 9 3 و 6. طب the second question factorize to its prime numbers او prime factors. يعني خرج لي الفاكتورز بتاعت النمبر او خرجهم لي اعملهم لي مع البرايم نمبر. يبقى لازم اول حاجه تيجي في دماغي مين هم البرايم نمبر. هنستخدم مين؟ عندنا قلنا الموست بوبولار هم 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13. طب عايز factorize لل 12. هعمل هنا كده اللاين ده وابتدي اقول اول حاجه مع ال 12 من البرايم نمبر يا اما 2 يا اما 3. ابدا بالحاجه اللي انا حباها. فانا هنا قلت 12 و 2 من البرايم. طب هعمل ايه بقى ما بين ال 12 وال 2؟ هقول 12 ديفايد 2.
يبقى انا هنا في الفاكتورايز كاني بعمل لها هنا ديفايد عشان اطلع بقيه الفاكتورز. 12 ديفايد 2 ايكوال 6. طب ال 6 مع مين من البرايم؟ يا اما 2 يا اما 3، اخترتها مع ال 2. 6 ديفايد 2 ايكوال 3. طب ال 3 مع مين من البرايم؟ مش مع اي حد غير نفسها اللي هي ال 3. اديتني 1، اول ما اشوف الناتج 1 يبقى انا كده خلصت الفاكتورايز. زين ال 12 ايكوال 2 تايم 2 تايم 3. لو جيت حبيت احسبها في دماغي هقول 2 تايم 2 4 تايم 3 اديتنا 12. يبقى ال 12 بتساوي مين من البرايم؟ هي 2 2 3. تاني نمبر هعمل له هنا فاكتورايز هو 24. برضو هعمل اللاين وابتدي افكر هو بيجي مع مين، يا اما مع ال 2 يا اما مع ال 3. اخترته المرة دي مع ال 3 وهقول 24 ديفايد 3 تدينا كام؟ تدينا 8. طب ال 8 مع مين من البرايم؟ يا اما ال 2، في حاجة غيرها؟ لا، يبقى هي ال 2 بس. يبقى 8 ديفايد 2 تدينا مين؟ تدينا 4. طيب ال 4 مع مين من البرايم؟ برضو مع ال 2، يبقى 4 ديفايد 2 تدينا 2. وال 2 مع مين من البرايم؟ مش مع أي حاجة غير نفسها. يبقى 2 ديفايد 2 ايكوال 1. أول ما شفت ال 1 يبقى هي كده خلاص خلصت. 24 ايكوال كام؟ ايكوال 3 تايم 2 تايم 2 تايم 2. The third one is 42. طب نيجي هنا نعمل فاكتورايز لل 42. ال 42 مع مين من البرايم؟ انا عندي 2 3 و 5 و 7. اول حاجه انا حافظاها انها في تيبل 7، يبقى اقول 42 ديفايد 7 تدينا كام؟ تدينا 6. طب ارجع اقول ال 6 مع مين من البرايم؟ 2 ولا 3؟ اي واحده منهم، اخترتها مع ال 2. 6 ديفايد 2 ايكوال 3. وال 3 مش مع اي حد من البرايم غير مع نفسها اللي هي 3، اديتنا 1. يبقى اول ما وصلت ل 1 يبقى هي كده خلاص خلصت. يبقى 42 ايكوال 7 تايم 2 تايم 3.